اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن مجدي طلبه. ازيك يا كابتننا؟ اهلا كابتن اسلام، بقالنا كتير ما تقابلناش. مشرف ومنور، ربنا يخليك. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا اسعد كابتن مجدي. خليني ابدا مع حضرتك بمباراه بكره، مباراه صعبه. الاهلي والمصري دايما مباراه صعبه، الاهلي والمصري في حتى المباراتين اللي اتلعبوا في الدوري بغض النظر يعني عن المباراه الثانيه، ولكن المباراتين انتهوا بالتعادل. فكرك بكره المباراه هتبقى عامله ازاي من وجهه نظرك؟ اكتر يعني صعوبه شويه. اكتر صعوبه؟ المصري الفتره الاخيره مع دكتور ميمي عبد الرازق كان استعاد بعض من مستواه وبعض الثقه. دلوقتي مع وجود علي ماهر، اعتقد علي ماهر مسك الفرقه دلوقتي، علي مسك فبقى في طموحات جديده واللعيبه في دوافع جديده كمان مع اللعيب، من اللعيبه قدام علي ماهر، لان ده هيبقى بالنسبه لهم بدايه موسم، نهايه موسم وبدايه موسم. صحيح. فده بيبقى بالنسبه للعيبه برضو تحدي، وتحدي كبير جدا عشان كله يبين عايز ياخد مكان في بس ده يعني ماتش يعني كده كده حتى لو كسبوا، انما بالنسبه له ماتش قدام النادي الاهلي دوري او كاس. اي تيم بيلعب قدام النادي الاهلي النتيجه بتاعته بطوله بالنسبه له طبعا. فده شيء بيبقى دافع كبير لاي تيم تاني قدامه. النادي الاهلي عايز يخلص السيزون بشكل بيرفكت عشان الاستعداد للمرحله الجديده. الحمد لله الدوري خلص والكاس القديم خلص وافريقيا خلصت، ودلوقتي داخلين اهو في الكاس الجديد مع السوبر اللي جاي. برضه هتبقى تحضيرات، يعني هي نهايه مع بدايه، يعني انت عارف، لانه ما فيش فرق كبير بين فيش توقيت بين السيزونز. عشان بما ان حضرتك برضه من الناس اللي ليها راي في هذا الامر، انا دايما ولسه كنت حتى بتكلم بقول ان لعيب الكوره ده يا جماعه مش اله. ايوه بالظبط. يعني انا بجد بجد بحيي هؤلاء اللاعبين، بحيي هذا الجيل من اللاعبين، لانه أكيد عملوا كتير جدا. أكيد. محتاجين يا كابتن على الاقل اسبوعين ثلاثه راحه، ده مينيموم. ده مينيمم بعد الهرت اللي بقى لهم ثلاث سنين، بقى لهم ثلاث سنين تقريبا او اربع سنين تقريبا بدون راحه. والراحه اللي خدوها بس ما كانتش في وقتها. السنه اللي فاتت اللي هي ما كانت قبل وقتها بشويه، قبل لا في قبليها كان اللي هي بتاعت بطوله كاس الامم الافريقيه، كانت في الوسط شهر واحد بعيده قوي. بعيده. فما تلحقش تعمل ريكفري بين السيزونز، يعني اللي انت خلصت ورحت داخل في الموسم اللي بعديه على صحيح. طول وخلصت اديك داخل في اللي بعديه على طول. فهي ولعبت النادي الاهلي، بس السنه دي في ميزه. ايوه السنه دي في ميزه مهمه جدا، الا وهي ان كولر قدر يوظف كل السكواد بتاعه. صحيح. فنسبه الاهلاك عنده كانت اقل كتير جدا من المواسم اللي قبل كده. في واضح ان في اجهاد يا كابتن. اكيد لازم هيبقى في اجهاد. هو لازم هيبقى في اجهاد بس اقل من المتوقع. أيوة. بس اما انا اخش الريكفري بتاعي، اخش الفتره بتاعت الراحه بتاعتي وانا في بنسبه 90% مجهد، غير لما اكون بنسبه 100% مجهد، غير بنسبه 70% مجهد. اوكي. دي بتفرق كتير جدا مع اللعيب. فاعتقد ان هو السنه دي احنا لاحظنا دي، ان حتى في بعض الماتشات بتلاقي سكواد مختلف عن السكواد اللي بيلعب. صحيح. الماتش اللي قبل منه بيلعب عدد كبير من اللاعبين، وتلاقي اللعيبه كلها فريش تقريبا فريش. كابتن مجدي معلش قبل ما اخد حضرتك في النواحي الفنيه، هل يعني انا الموضوع ده بيؤرقني بشده، يعني لانه موضوع صعب. هل من الممكن ان يكون هناك قانون او لائحه من الاتحاد الدولي تفرض ان اللاعب ياخد له على الاقل من اسبوعين لثلاثة راحة؟ هو يعني لو الموضوع لو هو عام منتشر او شامل، اكيد الاتحاد الدولي هيكون له دور في القصة دي. انما احنا استثناء عن العالم كله، يعني انت لو دخل لو شفت القصة هتلاقيها استثناء. فصعب جدا ان الاتحاد الدولي يدخل في استثناء علشان يطلع له لائحة. انما الحاله مش عامه، العالم كله. فهمت حضرتك. احنا خارجين، احنا اللي شاذين عن الاتحاد المصري حتى.
الاتحاد ما هو مين اللي ده هو ده هو اللي بس ده هو لا بس خليني اقول لك مثلا يا كابتن ان السنه الجايه انت عندك 150 يوم من ال 360 يوم ولا 365 يوم فقط بس هم اللي تقدر تعمل فيهم. انت لو خدت بالك يا اسلام انت حتى في التلاحم بتاع المواسم انت في فترات عندك بيبقى في فواصل ما بين الماتش والتاني، في احيانا بيبقى بال 15 يوم وال 16 يوم. لا ما بتحصلش. لا بتحصل احيانا، بتحصل في وسط السيزون. في وسط السيزون لما يبقى في مثلا دوري عندك بيبقى في الماتشات الدوليه في وقت من الاوقات. ايوه الامم الافريقيه او الامم الافريقيه او تصفيات كاس العالم او فبيحصل عندك فواصل كتيره جدا بين الماتشات. انت ممكن تستغل لو انت اشتغلت الحاجات دي، ما ممكن انت تبدا مظبوط وتنتهي مظبوط. اصل هي الحاجات دي كمان ومعروف توقيتها، معروف توقيتها يعني السنه الجايه معروف السنه الجايه واللي بعديها واللي بعديها. الاتحاد الافريقي دايما بيعمل الجدول بتاعه لسنتين قدام. صحيح. فانت عندك كل حاجه معروفه من قدام، انما هي القصه بيبقى اعتبارات تانية مختلفة. ان الاهلي لو وصل في المرحلة دي لازم يتوقف الدوري علشان ما يقدرش يلعب هنا. فالقصة هي البيضة ولا الفرخة وعايزين نظبطها. ايوه لانه انت في النهاية زي ما بقول لحضرتك كده، لما نيجي نقول اتحاد الكرة ماشي، ما هو انا ممكن ارمي على اتحاد الكرة، ولكن خلينا اقول برضو الحقيقة ان السنة الجاية في عليك التزامات او مباريات هتلعبها رسمية مع المنتخبات ومع والدوري ابطال افريقيا وكذا وكذا، 150 يوم او 200 يوم. فانت فاضل لك في الدوري المصري بس 150 يوم. هتوزع الدوري المصري على 150 يوم ازاي؟ ما هي دي المشكله بقى. دي المشكله. لو احنا اتفقنا كلنا كرابطه انديه وقعدوا مع بعض واتفقوا كلهم على سيستم يمشوا بيه، ومحدش في الوسط يجي يقول لا انا مش اللي هيضمع. اصل انت اي سيستم في الدنيا هينجح مع حد وهيخبط في حد مليون في المية. فاللي هيتخبط في اللي هيتخبط من السيستم دوت لو رجع قال اي في وسط السكه هتبقى مشكله كبيره. فاحنا لازم نتفق مع بعض على ان السيستم هيمشي، واللي هيتخبط منه خلاص علينا كلنا. ده اللي لازم يبقى موجود. احنا عايزين نطلع اسم المسابقه هي الاهم. احنا عايزين نطلع ان اسم الدوري. خلي بالك ان البساط عمال يتسحب من تحت رجلينا بقالنا كام سنه واحنا مش حاسين بحاجه. البساط بتاع بطولة الدوري المصري عمالة تتسحب. الدوري بتاعنا كان في فترة من الفترات أقوى دوري في المنطقة. احنا النهاردة فين من المنطقة في الدوري بتاعنا كدوري عام مصري؟ واحنا أقدم دوري في المنطقة. وكنا أفضل دوري في المنطقة وأقوى دوري في المنطقة. النهاردة باللي بنشوفه باللي بيحصل في الدوري السعودي، الدوري الإماراتي، الدوري القطري، احنا هنبقى بعيد جدا. احنا هنبقى بعيد جدا. فاحنا نقدر مش هنقدر احنا خلينا نتفق ان احنا مش هنقدر نتنافس معاهم ماديا. لا خالص. انما نقدر نتنافس معاهم فنيا. عندنا الكواليتي بتاع اللعيبه بتاعتنا في مصر لعيبه كويسه جدا، ونقدر نستقطب بعض الاستقطابات اللي احنا بنجيبها برضه هتخلي الدوري بتاعنا قوي. انما السيستم بتاع الدوري بتاعك انه يبدا يوم كذا ينتهي يوم كذا. يبقى معروف عنه ده مهم انه معروف عنه الانضباط بتاعه، معروف عنه السيمتريه السليمه بتاعته، وده لازم يحصل. لانه هنتضرر اكتر من كده. يعني هيبقى في ضرر اكتر من كده. طيب نرجع تاني للاهلي والمصري. الاهلي والمصري مباراه بتظل دائما صعبه، ولكن اكيد هنا في اوراق رابحه وهنا في اوراق رابحه. يعني انا تيم المصري فرقه زي ما قلت لك، فرقه متجانسه جدا. الفتره اللي فاتت كان في تناغم كويس جدا. عندهم التحول بتاعهم جيد جدا. من الدفاع للهجوم والهجوم للدفاع. عندهم لعيب اساسي جيد جدا تونسي ولا جزائري، الياس. ده لعيب جيد جدا. عنده عيب بس، وده ميزه للفرق اللي قدامه، ان هو بيدافعش كويس. عنده بطء في التصرف شويه. اوكي. لانه بياخد الكوره وبعدين بيمشي مره واتنين، محلوله كويسه. يعني عنده رؤيه كويسه، انما بعد مش سريع. نعم. عنده رؤيه كويسه انما مش سريع. عندهم عيوب في قلب الدفاع، ده معروف جدا لاي تيم بيلعب النادي المصري. عنده عيب، مشكله كبيره في قلب الدفاع بقاله فتره. عنده اللاين فيرود بتاعه متميز. عنده انسجام في اللاين فيرود بتاعه. في
الاستراكشر بتاعه مظبوط ما بين لعيبه بتهاجم كويس وبتشتغل على الجول كويس ولعيبه بتادي مهاجمين بيادوا الدور الدفاعي بتاعهم بشكل كويس افضل زي جريندو مثلا. جريندو مشي راح البنك الاهلي مش هيلعب بكره خلاص كده. والله يا كابتن بص يلعب ولا ما يلعبش دي ما اعرفش بس لانه اصل خلي بالك ماتش بكره موسم قديم ما احنا اللي بنتكلم فيه ما هو كده كان لعيبه الداخليه لعبت لا ما هو لعبوا معظمهم لعب ولكن لا اللي مشوا لا ما فيش حد مشي ما بيقولوا في لعيبه مشي لا لا لكن المصري جريندو البنك الاهلي اعلن عن ان هو خد جريندو خدوا خلاص يعني. خدوا ده من اسبوع ولا من خمس ايام بعد نهايه والله انا في الملعب هعرف لا في الملعب بكره والله حاجه في الملعب هعرف والله حاجه بس هو طبعا اعتقد بنسبه 99% مش هيلعب طيب. 99.9 ولكن انا بقول لحضرتك ان هو قانونا يلعب ولا ما يلعبش لان ده اخر ماتش في السنه اللي فاتت وهو لو الورق بتاعه راح شكرا راح تقريبا خلاص لو راح خلاص يبقى ما ينفعش لان هو البنك الاهلي مش هيعلن غير لو الورق راح الاستثناء عندهم لعيب جيد جدا انا سمعت انه اتعور بس مش عارف مين دغيم اسمه دغيم ولا الجزائر ده جزائر الجزائر دغموم لا دغموم دغموم صليبي دغموم انا لسه شايفه اخر يعني هو اليوم الماتش اللي قبل الاهلي على طول تقريبا ده لعيب من اللعيبه اللي كانوا متميزين جدا عندهم بالنسبه للسيزون او نهايه السيزون بتاعهم لانه برضو قعد فتره قبل ما يتعور بالصليب هو شكله مش جاي على الدوري المصري لانه كان لسه مصاب قبل يعني قبل ما يصاب بالصليبي ده كان لسه راجع من اصابه الثلاث مرات اربع ماتشات لعبهم كان كان قاعد قبلهم فتره طويله جدا برضو من اصابه اما بالنسبه للنادي الاهلي فالنادي الاهلي حلوله كتير النادي الاهلي حلوله كتير جدا ما شاء الله ودي كمان من الحاجات اللي نجح فيها الجهاز الفني السنه دي انه ما بقاش في عندك واحد بيجيب 17 18 جول والتاني بيجيب 5 6 اللي حواليه لا كله بيجيب زي بعض بقى في تقريبا افريج بقى 11 12 جول تحتيه 9 تحتيه 8 تحتيه 7 قريبين فعدد اللعيبه السكوررز زادوا اكتر فده دي كلها مفاتيح كل اللي انا بقول عليه دي مفاتيح يعني شريف لو بيلعب مفتاح كهربا حسين الشحات بيرسي تاو قفشه مروان ديانج كل دول مفاتيح محمد هاني علي معلول كل دول مفاتيح لعب ومفاتيح لعب مهمه يعني ما تقدرش تقول يعني السنه دي محمد هاني عامل كام اسيست زياده عن السنه اللي فاتت محمد من احسن المواسم اللي اعتقد علي معلول نفس القصه يعني ما تيجي تشوف اللعيبه الاسيست اللي اتعملت هتلاقي النسب قريبه جدا ما بين لعيبه وسط الملعب ولعيبه الاطراف ما بقتش حته واحده بس طريقه لعب المصري يا كابتن هتتغير عن يعني مع كابتن ميمي مثلا انا شفته في سيراميكا كليوباترا بيضغط على سيراميكا كليوباترا من قدام بيعمل هجوم كاسح اولا ميمي مش هيبقى موجود علي علي عمل نفس اللي عمله مع فيوتشر مع الوضع في الاعتبار ان او الاحتمال انه يغير الاستراتيجي بتاعته عشان ده ماتش كاس ماتش واحد اوكي يعني هو هيبقى فيه مكسب انما هيبداوا ازاي انا اعتقد انه هيبداوا بالزون ديفنس طبعا ويلعب على الكاونتر اتاك لانه علشان يهاجم على النادي الاهلي النادي الاهلي عنده ميزه السنه دي انه بيلعب بدون مركزيه فانت مش سهل جدا ان انت تقدر تعمل عليه ضغط عالي لان مفيش حد ملتزم بالمكان بتاعه على طول لا ده باصه بيتحرك فانت علشان تعمل عليه ضغط عالي لازم تكون بدرجه تركيز 100% وبدرجه اتقان 100% لان تحت كده هتتضرب من بدري وهتعمل مسافات كبيره جدا ومساحات كبيره جدا للنادي الاهلي عشان يقدر يضربك منها. علي ماهر مع فيوتشر في المباراتين اللي لعبهم برضو مع النادي الاهلي تعادل النادي الاهلي مع هو علي بيعرف يلعب النادي يعرف يلعب النادي الاهلي اشتغل في النادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي وعارف السيستم بتاع النادي الاهلي وعلي مدرب كويس علي مدرب عنده فيجن وعنده تفكير ذكي لعيب مدرب ذكي فبيعرف يشتغل مع النادي الاهلي وهو الماتشين اللي اتعادل فيهم او اللي لعب فيهم عمل كده عمل زون ديفنس وزون ديفنس قوي جدا منظم جدا منضبط جدا وكان بيلعب على الكاونتر اتاك بس وحصل فيه التعادل بكره مش هيبقى فيه تعادل
بكره لازم حد يكسب، بكره لازم فرقه تكسب. ها. فممكن في ال 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 بيبقى ليها استراتيجيه تانية تقصد؟ احتمال. اوكي. احتمال. ها. لانه في وقت من الاوقات عايز هيجازف، لو هو ماشي بالدرون 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 بالدرون، عايز في وقت من الاوقات يجازف عشان يجيب يكسب يجيب الماتش. جول. صح. عشان لانه هنا لما لو انت دخلت على انك هتخش قدام النادي الاهلي في ضربات الجزاء، احتمال كبير ان النادي الاهلي هو اللي بيبقى يكسب بسبب عناصر الموجوده عنده اللي عندها خبرات في القصه، خبرتها اكتر. صح. اولهم محمد الشناوي، فمحمد الشناوي كجول حارس قدام التيم المنافس في ضربات الجزاء بيبقى فيه نوع من انواع القلق شويه، يعني وانا داخل اشوط على محمد الشناوي غير وانا داخل اشوط على حد تاني. بيبقى درجة القلق أكتر شوية. نعم. نتيجة الأداء اللي عامله محمد الشناوي ونتيجة الصدات اللي بيعملها محمد الشناوي، فدي بتعمل برضو نوع من أنواع الثقة عند الشناوي والقلق عند المنافس ليه. طيب قبل ما نكمل فنيا، يا كابتن، لجنة الحكام أعلنت يعني من شوية إن كابتن عبد العزيز السيد هو حكم المباراة، إيه رأيك؟ كويس، هو عصبي شوية بس شغال. هنقول إيه؟ هنقوله التوفيق وربنا يكرمه ان شاء يعني الله. اخر ماتش في الدوري نتمنى ان هو يكون ماتش جيد، يعني يدي حق النادي الاهلي ويدي الحق للنادي المصري. مش عايزين اكتر من كده، عايزين يبقى هادي بس، ما يبقاش يعني ما يبقاش متنشن. هو 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 التنس بتاعه عالي شويه، فلو هو هادي الدنيا تبقى كويسه ويقدم ماتش كويس. كابتن، امام عاشور ورضا سليم صفقتي النادي الاهلي حتى الان، يعني يمكن من يومين عرفنا ان هو قد يكون هناك صفقه اخرى بالكثير، يعني ثالثه او رابعه يعني بالكثير قوي هذا الموسم. شايف النظام اللي ماشي بيه النادي الاهلي في اختياره لصفقاته، ايه رايك فيه؟ لا ممتاز لغايه دلوقتي. يعني مؤسس اللي بيحكم ده الاداء اللي احنا بنشوفه. يعني احنا السنه اللي فاتت افتكر زي اليومين دول كنا بنقول عايزين 7-8 لعيبه. صحيح. صح كده؟ وما حصلش. ليه؟ كان في رؤيه عند بالنسبه للموجودين في الفرقه والمسؤولين عن التيم عن اللعيبه اللي موجوده دي. الاستقرار على اللعيبه. الموضوع ما هوش فني، الموضوع كان ذهني وكان محتاجين اجازه. وموضوع تعب فيزيك. فالموضوع اثبت صحه وجهه نظرهم الاداء بتاع السنه دي، زائد الرؤيه اللي دخل بيها كولر ووجهات نظره اللي دخلها ووصلها للعيبه اللي طورت في كل حد في التيم. يعني مفيش حد السنه دي لم يتم تطويره. مفيش حد السنه دي في التيم ما اتطورش، وده على فكره ده مهم جدا، او دي من اهم واجبات المدير الفني ان يبقى في تطوير فني للفردي وجماعي. وده حصل، لان ده لما بيحصل بيعلي الفاليو بتاع التيم كتيم. يعني انت النهارده زي ما قلت قبل كده ان الفاليو بتاع تيم النادي الاهلي لو كان السنه اللي فاتت 10 دولار، السنه دي هيبقى 30 دولار. الدبل او التريبل بتاع الفاليو بتاع اللعيبه. ليه؟ النهارده لما يجي لك لو شفت حسين الشحات، النهارده حسين الشحات كان طول الفترات بيشتغل من الجنب اليمين او في نص الملعب، او السنه دي بيشتغل جناح شمال وبيشتغل على اعلى مستوى بشكل معين من التكتيك، وعنده حريه حركه من الشمال اليمين ومن الشمال. جاب كذا جون كده. نفس القصه بيرسي تاو، نفس الموضوع محمد هاني اللي كان متقوقع في الباك اليمين بقى بيدخل لوسط الملعب، بقى بيروح للطرف عشان يشتغل كوينج، وبعدين يدخل كراس حربة من بيعمل الاندر لاب، مش الاوفر لاب، بيعمل الاندر لاب من تحت من بره لجوه مكان راس الحربة، مكان راس الحربة بيخش كراس حربة تاني عشان يسهل اللعيبة بتاعته او تحت راس الحربة. نفس الكلام علي معلول بيعمله، ما كانش بيتعمل قبل كده. فكل دي حاجات اتطور فيها في اداء لعيبة النادي الاهلي اللي بيها نمرة واحد زاد جدا وارتفع جدا من المستوى الفني، 2 حير او عمل مشاكل كبيرة جدا للمنافس لانه ما بقاش فيه مركزية، ما بقاش فيه سهولة ان انت تقدر تماركر على حد معين من التيم. 3 ما تقدرش تعمل عليه الضغط العالي اللي انت لو انت بتقدر تجيده، لانك مش هتلاقي الموضوع سهل.
لان زي ما قلت موضوع التبادل بتاع المراكز وحريه الحركه بتدي قوه واضافه كبيره للتيم. الحاجه الثالثه او الرابعه انه بقى في انسجام في نهايه الهجمه في النادي الاهلي، ده كان قليل جدا قبل كولر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت اول ما بتاخد الكوره وبتوصل للتلت الاخراني بقى في تنسيق وانسجام ومفهوم مين هيتحرك فين عشان يعمل ايه. ده كان ده شفناه كتير جدا وخلق فرص كتير جدا. لو كم الفرص اللي انتج لو جه منه 70% كان نسبة الأهداف في السنة دي هتبقى أعلى بكتير جدا. يعني شوف أنت النسب، شوف الفرص المهدرة وطريقة وصول أو طريقة خلق الفرص هتلاقيها تقريبا متشابهة. حرية الحركة وده جاي منين رايح فين، ده جاي منين رايح فين عشان تعمل له كورة بدون ما نقول أسماء، لأن أي حد كان موجود في المنطقة كان بيبقى شغال بالقصه دي، ودي عمرها ما تيجي الا عن طريق تمرين كبير وكتير. على الرغم ان هو ما كانش في وقت حتى للتمرين الكبير والكتير ده يا كابتن، يعني احنا ده دلوقتي، انما هو قعد فتره طويله. ما خلي بالك ما تخلي بالك يا اسلام، الناتج بتاع الشغل في الكوره عمرك ما تشوفه في شهر، بعد اسبوع اسبوعين ثلاثه اربعه، لا خالص. مش احنا شهر اتنين ثلاثه بالظبط، يعني انت بتاخد الماكسيمم بتاع الاداء بتاعك بعد تقريبا سبع اسابيع، ست سبع اسابيع هتاخد الماكسيمم. ليه؟ ما انت احنا بنتعامل مع عقليات وذهنيات مختلفه. صحيح. فلما بيجي علشان انت تخرج من انت زي كوبايه المايه دي، انت عايز توحد الافكار، عايز توحد الافكار، فلازم تخرج بعض الافكار اللي كل واحد غصب عنه ماسكه فيه ومقتنع بيها. صح. فلازم تخرج منه، عمرها ما تخرج منه في اسبوع، عمرها تخرج منه في اسبوع او اسبوعين خالص. لازم هتاخد وقت. فلما بتاخد وقتها اهم حاجه بقى ان لما بتاخد وهي بتاخد وقتها انت بتبقى ماشي كويس مظبوط صح. بتكسب، مكسبك صعب شويه، ادائك مش قد كده لغايه لما اوصل للخمس ست اسابيع اللي هم بتاعي شكرا. بعد كده بتاخد كل حاجه بعد كده بتتبني على ده، وده اللي حصل او ده الترتيب اللي حصل وده اللي حصل. وهتاخد هتبدا بقى تاخد على البيك اللي وصلت له ده هتبني عليه تاني. فانت منتظر ان شاء الله باذن الله مع الاضافات اللي بتحصل دي كمان هيبقى في عندك تطور اكتر، وفي عندك سرعه اداء اكتر، وفي خلق فرص اكتر. ده 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 ده, ده انا على قناعه بيه جدا. يعني طيب من وجهه نظر حضرتك كابتن، شايف المراكز اللي تحتاج الى التدعيم في النادي الاهلي؟ والله انا يعني بعد امام عاشور، امام من اللعيبه الجيده اللي بيقدروا يلعبوا 8، والنادي كان محتاج 8، التيم كان محتاج 8 بالشكل 8 8، لان احنا كان عندنا مشكله الثمانيه عندنا ان حمدي فتحي هو بيأديها، واليو ديانج هو بيأديها، السولية وهو بيأديها. في اوقات بتحتاج حلول، مش لازم تبقى عند لعيب يقدر يبقى عنده مرونه ويقدر يعمل المراوغه بتاعته بالجري بالكوره. دي ما هياش موجوده بشكل كبير في الاسامي بتاعت لعيبه المحاور، دي بتبقى موجوده عند لعيب وسط ملعب يمين او وسط ملعب شمال. يعني حسين الشحات يقدر يعملها كويس جدا، امام عاشور يقدر يعملها كويس جدا، كوستا يقدر يعملها كويس جدا لو اشتغل 8. لعيب التونسي اللي موجود عندنا بيشتغل على الطرف على الوينج، كريستو سوري كريستو لو يقدر يشتغل 8 افضل من على الوينج، يقدر يشتغل 8 كتير. مش افضل بس يقدر يشتغل 8 جدا، لانه بوكس تو بوكس وعنده الحلول دي اللي هو ايه، لما يبقى ماركينج وعليه واحد او واحد على اثنين او واحد على واحد يقدر يفوت ويقدر يتخلص بسهوله. لان انت في الثمانيات في وقت من الاوقات بيجي قدام ال 18 بيبقى عليه ماركينج، لو فات منه بيبقى عايز بس دريبل عشان يخلص. الحل بتاعه يبقى دريبل. صحيح. فالحل الدريبل اللي عند حمدي وعند ديانج مش زي مش احسن حاجه زي كريستو او زي حسين او بيستا، لا مش فهي دي. لكن امام عنده دي. امام عنده دي. فحضرتك شايف ان هو تمام ومروان مهم جدا. امام حتى مروان يقدر يلعب 8 كويس.
يعني مروان مش كويس على فكره. لا مروان لو الحلول دي موجوده مروان عطيه لو خد دور 8 هيأدي بشكل جيد. هو غالبا بيبقى دايما ما بين ديانج ومروان وعمرو، هو محور ومحور عاملها بشكل، لان كولر بيعتمد عليه بنسبه 90% من خروج الكوره من تحت لفوق. احنا بنقول كده اسرار ولا ايه؟ ما كل الناس شايفاها، كل الناس شايفاها حلول نسبه خروج الكوره من تحت لفوق 90% من 70 ل 90% من عند مروان. مروان صحيح. فحتى الماتش اللي بتاع الوداد الراجل لما هو بيلعب هنا في مصر لما عمل ماركينج كانش مروان. عامل ماركينج على رؤوس الحربه ولا على عامل ماركينج على مروان راجع الراجل راح من رؤوس الحربه صح. بيشتغل مان تو مان على مروان صحيح. فده كان راجل فاهم وبيعرف الدنيا، كان عارف الدنيا ماشيه ازاي. طيب واحنا بنتكلم برضو ننزل يا شباب الطاقم الحكام بعد اذنكم. طب اتفضلوا كابتن عبد العزيز السيد حكما للساحه، كابتن احمد توفيق طلب حكم مساعد اول، كابتن احمد صلاح حكم مساعد ثاني، كابتن هشام الفلال حكم رابع، كابتن عمرو الشناوي حكم للفار، كابتن شريف عبد الله حكم فار مساعد. ده طاقم التحكيم لمباراه غدا النادي الاهلي دور الثمانيه في كاس مصر خميس 3 اغسطس، الاهلي والمصري في استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعه 6، وطاقم التحكيم امام حضراتكم. نتمنى لهم يا رب التوفيق جميعا الحقيقه، كلهم نتمنى لهم يا رب. وكابتن زي ما كابتن مجدي قال كابتن عبد العزيز بس نحتاج ان هو، لكن ماشي احنا بس نتمنى ان هو ربنا يكرمه ويوفقه. بالمناسبه يا كابتن مجدي خلاص بريرا اتخذ وجهه، يعني اللي انا عرفته معلومه ان هو اتخذ قراره في اجراء بعض التغييرات اللي هتحصل خلال الفتره القادمه في لجنه الحكام. يعني من الاسماء اللي ممكن تمشي كابتن توفيق السيد، مش ممكن بنسبه كبيره 90% هيمشي كابتن توفيق السيد، واحتمال اسماء اخرى تيجي مكانه. ف هو خد قراره بكده اللي انا عرفته. اعلنه يعني ولا لسه؟ ما لا لسه لم يتم الاعلان، ولكن هو اللي انا عرفته يعني من مصادرنا، لان دي كانت مرميه بقالها اسبوع ولا حاجه، ولكن اللي انا عارفه انه لا بنسبه كبيره جدا هو سيتخذ قراره، لانه حس بقى ان هو محتاج ان هو يحط ايده ان هو الفتره اللي فاتت. هو حتى قال مش احنا، هو حتى قالك انا ما يعني مش انا اللي بعين وانا اللي بتاعنا، هبتدي من الموسم اللي جاي. طب يا سيدي الموسم اللي فات خلص. هو كويس انه الفتره اللي فاتت دي كلها بيبص انه بص وشاف وتابع وعمل تقارير اكيد وعمل تقييم لكل اللي شافه. عن طريق التقييم اللي شافه اكيد هياخد قراراته صح، ونتمنى ان تكون القرارات بتاعته جيده ووجهه نظر اكيد. بص اي حد عنده النو هاو جاي من هيعرف ياخد القرار بتاعه كويس. المشكله التأثير بس ايوه، ما هو ده لسه هكمل الجمله. المشكله انه ما حدش يضايقه وهو بياخد القرار او يقف له هنا او يجي له هنا، سيبوه ياخد القرار بتاعته ويشتغل له، وفي الاخر نحاسبه او في الاخر نقول راينا فيه. انما عموما تجربة المدير الفني او المسؤول الاجنبي عن التحكيم في مصر انا شايفها تجربة مفيدة جدا. انا ايام كلاتنبرج شايفها، ما هي من لكن الحقيقة بداية كلاتنبرج خلي بالك ان احنا الريتم السنة اللي فاتت الموسم اللي فات في الريتم الاداء في الموسم مع كلاتنبرج كان سريع جدا، كان متميز عن بقيه المواسم اللي قبل منه كتير جدا صح. فدي من الحاجات الحسنات المهمه جدا اللي حصلت، ان زود نسب الاحتكاك زي بقت قريبه جدا من نسب الاحتكاك اللي موجوده على مستوى العالم، بتفرج عليها في اوروبا او في كاس العالم او في كاس صحيح. اوروبا او في الشامبيونز ليج او في بطولات اوروبا المختلفه. فاذا احنا محتاجين ده، لان هو ده اللي احنا هنقابله واحنا محتاجين ده وماشيين. الحمد لله ان احنا بعد ما مشي كلاتنبرج احنا كنت قلقان جدا ان نبدا من اول وجديد، فانا شايف ان هم مستمرين على البناء. يا كابتن ولكن نفس الاخطاء، يعني احنا بنشوف اخطاء واضحه هي عارف الاخطاء دي يا اسلام. الحكم المصري عنده شويه حاجات كده، يعني مش عايز اخوض فيها، عنده شويه حاجات صعبه جدا، معتقدات، عنده شويه تفكير يعني متعقدات. مثلا يعني مثلا لو انت عارف ان اللعيب في وسط اللعب
عشان المكسب والخساره، النيرف بتاعه بيبقى عالي جدا. فهو لما انت تيجي تحذره او لما تيجي تحسب عليه فاول كده ولا كده، انا ما بقولش انه يتجاوز اللعيب طبعا، انما بتحصل. لما تلاقى لما تلاقي اللعيب لا او مش لا وتروح وتبرق له وتعمل، انت هو عايز يبين ان في شخصيه موجوده، وده متنافي جدا مع كل اللي بيحصل في الدنيا كلها. بالعكس انت خليك هادي وسيبه هدي اللعيب، وانت كمان تهدى عشان الجيم يطلع معاك كويس والمستوى بتاع اللعيب نفسه. ما انت لو عصبت ده وعصبت ده وعصبت ده في الاخر الناتج ان الماتش مش هيبقى مظبوط، الناتج مش هيطلع، الناتج الاداء الفني مش هيطلع كويس، المنتج العام اللي الناس عايزه تتفرج عليه هيتاثر. واهم عوامل نجاح المنتج ده الحكم، التحكيم. في تحكيم كويس جيد هتلاقي، ما فيش تحكيم على وجه الارض ما فيهوش اخطاء. وما بنقولهمش ان انتم مش هتغلطوا، يغلطوا وهتغلطوا لان في الاخر بني ادمين، انما نسب الاخطاء عايزين نشوفها ما تتكررش، وعايزين نشوف نبعد عنها شبهه التعمد او الحاجات احيانا كنا بنشوفها دي. يعني كابتن مجدي، الدوري السنه الجايه شايفه ازاي في ظل وجود زد والجونه وصعودهم يعني من الدرجه الادنى؟ يعني مش عارفين نقول انهي درجه، لكن ماشي الدرجه الادنى. هم خلاص سموه محترفين ولا لسه؟ ما هو ده انا عشان كده بقول لك امبارح. طيب. حصلوا قال لك ايه قاعده، في حصلت قاعده، ففي بعض القهوة. ما هو بعض الاقاويل يقول لك قاعده عرب، وفي بعض والاقاويل الاخرى تقول لك ايه لا دي قاعده رسميه واتخذ فيها قرارات رسميه. طب تسال دول يقول لك دي قاعده عرب، تسال دول والله بجد لغايه دلوقتي لغايه قبل ما اخش الهواء بكلم ناس هنا يقول لك دول قاعده عرب، اكلم ناس هنا يقول لك اللي تبع دول يقولوا كده واللي تبع. طب يا جماعه احنا عايزين الحقيقه. انا نفسي افهم يعني، انا كان نفسي اطلع اقعد مع اتكلم مع جمهور الاهلي اقول لهم يا جماعه قعده امبارح دي اي كلام او حقيقيه، محدش عارف يا كابتن والله بجد. طب انت عرفت؟ لا ما انا بسالك اهو، انا بقول لحضرتك اهو قبل ما اخش على طول عامل خمس ست مكالمات عشان اسال، مفيش فايده. يعني انا اللي انا اعرفه ان اتحطت لائحه للسيزون من قبل اللي خلص ده، من قبل اللي خلص خلاص. ما هو كان محطوط اللائحه بتقول ان هيبقى في دوري محترفين مظبوط. لا لا ده مظبوط، متكون من كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ لان يعني في 36 نادي بيقولوا احنا مش قادرين مش هنقدر مش عايزين من اللي مشتركين. طب لما جات لهم اللائحه ما بعتوش ليه ارائهم واجاباتهم قالوا ليه إن بانه مش هنقدر؟ قال لك لا نعمل عليها ارجاء السنه اللي فاتت، قالوا هنعمل عليها ارجاء مش هنرد عليها. ده الكلام اللي اتقال لي، بقول لحضرتك كلام يعني ده اللي وصل في قال لك ايه يعني. كان من المفترض انا كانت وجهه نظري ان دوري المحترفين ده يتعمل مثلا، وكمان الدوري الممتاز السنه دي ينزل منه خمسه مش ثلاثه. انا هقول لك عشان نوصل ل 14. انا اقول لك العالم هناك عمل ايه؟ اتفضل. عشان ما نقعدش نلف وندور ونخترع الذره القصه كلها، ال وجهات النظر كلها عماله تقول ان الفرق الخاصه وفرق الشركات والمؤسسات طغت على الفرق الشعبيه. حقيقي الكلام ده كان موجود في الفرق اللي تحولت من هواه، او في الدول اللي تحولت من هو يعني من هواه مش جديد، موجود طول عمره. فرقة باير ليفركوزن دي فرقة شركة، مش بنقول إعلان لما نقول دي باير بتاعت الدواء وكذا كذا كذا. وليفركوزن دي المدينة ليفركوزن، اندمجوا مع بعض وخلاص. انتوا تشوفوا الدولة هنا تشوف متمثلة بقى في الشباب والرياضة. أيوة. 36 نادي دول منهم مثلا 30 شركات ومؤسسات تاخد الانديه الشعبيه وتعمل تعمل دمج. المشكله هنا في مين اللي هيدير؟ اللي هيدير طبعا اللي بيدفع صح. طب هو مش عضو في النادي، بسيطه جدا نعمله عضو في النادي، يعني نعمله شركه. نعمل ما هي الانديه هتبقى شركات، وتخش زي الشركه دي شركه الاهلي بالظبط كده. كره القدم هنسمي شركه ام بي لكره القدم بقى، المنصوره ام بي مثلا، ده انا بقول مثل يعني، او بتروجيت سويس او سيوس بتروجيت وخلاص، ويبقى ده التيم بتاعها وانتهى الموضوع، وهو مجلس الاداره بيتكون من الحته دي وخلاص وانتهى القصه. هنا هتلاقي النادي شعبي وفي موارد ماليه وفي جمهور ليه
وفي وتقدر تصرف وتكسب كل حاجة، كل حاجة تقدر تعمل كل حاجة اللي انت عايزه بقانون ولوائح وكل حاجة. انما هتلاقي هتحط دول في دول في وادي ودول في وادي، ودول هم المصرين على انهم يسيطروا، دول هم المصرين على انهم دول اللي يسيطروا، مش هيبقى. لازم يبقى في قرار حاسم في الوسط، لازم يحصل دمج ما بين المؤسسات والأندية الشعبية عشان يبقى في مقصي كورة من غير جمهور. اسلام احنا الدوري بتاعنا لو حتى لو رجع الجمهور السنه دي الموسم اللي خلص ده نص الدوري او ثلاث ارباع الماتشات بتاعت الدوري خمس فرق بس، خمس فرق اللي ليها جمهور شعبيه اللي ليها جمهور، اتحاد مصر اسماعيلي من 16 11 فرقه ما عندهاش جمهور يعني من 18 احنا سوري 18 13 فرقه مع 13 فرقه ما عندهاش جمهور، اضرب 13 في ماتشين 26 سيبك مش كل في ماتشين لان في خمسه هيلعبوا، ال 13 دول لما يلعبوا بعض يعني 26 او 24 ماتش من غير جمهور. صح. فده رقم كبير جدا جدا جدا، ده 24 ماتش ده للفرقه الواحده، اضرب ال 24 في 11 ده رقم كبير جدا هيطلع من غير جمهور. فاذا مش هنحقق اللي احنا عاوزينه. انما لو عملت بقى ربطت الفرق الشعبيه الانديه الشعبيه ربطتها بالمؤسسات الماليه والماديه اللي عندها، يعني انا كان نفسي زد ده يبقى يشتري يعمل شركه كوره عن طريق، بس القانون ده لو موجود او كان هيعمل كده. لا ما كانش موجود يعني. ما هو ما كانش موجود، انما لو كان موجود او كان مسموح به كان يقدر يعمل كده. اعتقد ان بيتم تعديل القوانين لتتناسب مع هذا الامر، لانه كنا بنتكلم في الفتره من حوالي اسبوعين ثلاثه كده مع استاذ عصام واستاذ محمود صبري. انا الفكره دي مش من دماغي، انا الفكره دي انا عشتها وانا في اليونان، كانت في انديه مؤسسات لا كانت مش بتحاول، كانت بتعمل كده، كانت كده اسمها كده فعلا، كان اسمها كده فعلا، كان اسمه باو كذا باسم الشركه، اوكي اريس كذا باسم الشركه، وكان موجود في الباسكت كان موجود، لان الباسكت كان هواه فبيتحولوا من هواه للمحترفين، فكل شركه خدت النادي وعملت شركه رياضه شركه باسكت واشتغلت عليها والباسكت في اوروبا او في اليونان كان من اقوى الفرق او لغايه النهارده من اقوى الفرق الباسكت في اوروبا كلها. صحيح. عشان القصه دي ان اندمج الموارد الماليه مع الفرق الشعبيه وبقت بالقوه دي. لا اتمنى ان ده يحصل خلال الفتره اللي جايه، لانه عندنا موضوع صعب جدا جدا جدا، ونتمنى يعني لما تلاقي دوري في 18 نادي منهم خمسه فقط شعبيه انديه جماهيريه وشعبيه مشكله كبيره جدا، صعب جدا، مشكله كبيره. يا رب انا بشكرك جدا يا كابتن مجدي على وجودك معانا، ودايما الحقيقه ببقى سعيد وبستفيد من حضرتك. ربنا يخليك حبيب قلبي. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن مجدي طلبه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل صبري سراج وايمن جلبرتو في ضيافه البيت الكبير.